مرحبا بتلامذتنا الأعزاء. إذا اليوم سنرى درس جديد يخص مستوى الثالث ابتدائي، المادة النشاط العلمي، الموضوع ما مسار الهواء الذي أتنفسه، الهدف التعلمي، أتعرف أعضاء جهازي التنفسي. أيمن مرحبا بك ومرحبا بأصدقائك في مستوى الثالث ابتدائي. شكرا. إذا ذكرنا بالدرس الذي رأيناه في الحصة الماضية. كيف أتنفس؟ كيف أتنفس؟ إذا خلال التنفس ما هي الحركات التي نقوم بها؟ نقوم بحركات تنفسية تسمى هذه الحركات شهيق متبوع بزفير. شهيق متبوع بزفير. أثناء الشهيق ماذا يقع للصدر؟ يرتفع الصدر ويكبر حجم القفص الصدري. وأثناء الزفير؟ أثناء الزفير ينخفض الصدر وينقص حجم القفص الصدري. أحسن. إذا نمر أيمن إلى وضعية الانطلاق. أيمن، نعم. سنبدأ بالصورتين. إذا ماذا تلاحظ؟ ماذا تمثل هاتين الصورتين؟ الصورتين تمثل طفلاً. طفلين، أحدهما طفلان يقوم بعملية الشهيق والزفير. نعم، أحسنت، بعملية الشهيق والزفير. قلده، قم بتقليده. التساؤل، ما الأعضاء التي يمر منها الهواء داخل جسمي؟ أولا الأنف، ثانيا إذا افترض، بماذا نبدأ بالافتراض؟ أعتقد أن الأعضاء التي يمر منها الهواء هي أولا الأنف، ثانيا البلعوم، ثالثا القصبة الهوائية، وخامسا وسادسا القصبة الهوائية الرئتين. الرئتين، إذا هناك قصبتين هوائيتين. نعم، إحداهما تخص الرئة اليمنى والأخرى تخص الرئة اليسرى. نعم، إذا سنكتب هذه الفرضية. أعتقد أن الهواء يدخل عبر الأنف ويمر عبر البلعوم والقصبة الهوائية، القصبتين الهوائيتين، ليصل إلى الرئتين. إلى الرئتين. إذا الآن سنقوم باختبار الفرضية. إذا أيمن، اكتب الأسماء المناسبة باستعمال الكلمات الآتية: أنف، بلعوم، رئة يمنى، رغامة، قصبة هوائية، رئة يسرى. سأعطيك بعض الوقت أنت وزملائك لكي تنجزوا هذا التمرين. أيمن، هل أنهيت؟ نعم. عملك؟ إذا ماذا يمثل رقم واحد؟ رقم واحد يمثل الأنف. يمثل الأنف. رقم اثنان يمثل البلعوم. البلعوم، أحسنت. رقم ثلاثة يمثل الرغامة. الرغامة، أحسنت. رقم أربعة يمثل القصبة الهوائية. نعم. ورقم خمسة يمثل الرئة اليسرى. نعم. ورقم ستة يمثل الرئة اليمنى. أحسنت. إذن هنا يجب إضافة حرف التاء، قصبة هوائية، عفوا. إذن أحسنت أيمن. إذن نمر إلى الملخص. إذن السؤال: أملأ الفراغات بما يناسب. نفس الرئتان يخرج البلعوم، يدخل القصبتان، يمر. إذن سأعطيك بعض الوقت أنت وأصدقائك لكي تقوموا بإنجاز ما هو مطلوب منكم. أيمن، هل أنهيت عملك؟ نعم. إذن اقرأ الملخص. يتكون الجهاز التنفسي عند الإنسان من الأعضاء التالية: الأنف والبلعوم. نعم. والرغامة والقصبتان الهوائيتان والرئتان. أحسن. خلال الشهيق يدخل الهواء من الأنف ثم يمر إلى الرئتين عبر البلعوم والرغامة والقصبتين الهوائيتين. خلال الزفير يخرج الهواء من الرئتين عبر نفس المسلك. أحسنت أيمن، حسن جدا. إذن نصحح البلعوم. إذن يتكون الجهاز التنفسي عند الإنسان من الأعضاء التالية: الأنف والبلعوم، الرغامة، القصبتان الهوائيتان، نعم، والرئتان. خلال الشهيق يدخل الهواء من الأنف ثم يمر إلى الرئتين عبر البلعوم
والرغامة والقصبتين الهوائيتين خلال الزفير يخرج الهواء من الرئتين عبر نفس نفس المسلك. المسلك. لقد كانت أجوبتي كلها صحيحة. أحسنت، أنت تلميذ مجتهد، أنت وأصدقائك الذين يتابعوننا على القناة. إذن اقرأ المعجم. رئة بومة. نعم. بلعوم فارينكس. رغامة تراشي أغتاغ. قصبة الهوائية. قصبات الهوائية. قصبات هوائية. برانش. إذا نمر إلى الفقرة الأخيرة من الدرس، أستثمر. أرتب الأعضاء الجهاز التنفسي حسب مسار الهواء خلال عملية الشهيق مستعملا الأرقام من 1 إلى 5. نعم. إذا ما هو الرقم 1 هنا؟ رقم 1 هو الأنف. إذا هذا هو رقم 1. رقم 2 الرغامة. رقم 2 البلعوم. ثم رقم 3 الرغامة. الرغامة هي رقم 3. نعم. رقم 4 القصبتين الهوائيتين. نعم، القصبتان الهوائيتان. أخيرا رقم 5 الرئتان. الرئتان. أحسنت أيمن، إذن شكرا لك على حضورك. نعم. وعلى اجتهادك أنت وزملائك. إذن أنت هنا تمثل التلاميذ الذين يتابعوننا. نعم. إذن كلكم مجتهدون. إذن نتمنى لكم حظا موفقا ورمضان مبارك سعيد. إلى اللقاء في الحصة المقبلة.